خدامة فيديو دي؟ وا اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة ورد كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكلهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إلى صنع قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم ألست قوم مسلمون. وجاء برأس المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وكان يدرس وكان يقرأ، ولكن شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يودعنا وأن يروح إلى الآخرة. فعلينا أحباب الكرام، فما ندعو له إلا بالرحمة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. الوالدين ديالو الله يتقل عليهم بالصبر، الله يتقل عليهم بالصبر. والأصدقاء ديالو الشباب، فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرد بنا إلى الطريق المستقيم. اللهم احفظنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وهذه المدينة كافة اللهم اغفر لهم وارحمهم، افتح عليهم الرحمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ذلك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم بارك فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وبارك في خطاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعاً.